السلام عليكم يا شباب. كفو. ما في مشكلة. ما في مشكلة. كيف حالكم؟ الفيديو اليوم راح يكون عبارة عن فتح للكبسولات الجديدة اللي نزلت آخر شيء ب 2021 اللي اسمها Battle Academy 2021. جبت 20 كابسول وبيجي معها 2 grab bags و 40 prestige points، يعني مجموع 80 prestige points. فاللي راح يصير هو انا راح افتح اول شيء 10 كبسولات وجراب باج باول فيديو، ثاني فيديو راح افتح كمان 10 كبسولات وجراب باج واحده، واهم شيء انه اول مره على الشانل راح اكون عامل جيف اواي للي بيعمل لايك سبسكرايب وفولو على الانستغرام. لينك الانستغرام موجوده بالبروفايل. انا ما فيني اعرف اذا انت عامل حكي كله، فانت فيك تكتب لي بالكومنت على اليوتيوب انه انت عملت لايك وفولو سبسكرايب واسمك بيدخل بسحب على 2800 ار بي قيمتها 20 يورو. اوكي، من دون طول حكي خلينا نبلش. مثل ما انتم شايفين في عندي 20 كابسول باتل اكاديميا كابسول، وفي 2 جراب باجز جيراندل باج، وفي عندي 100 برستيج بوينتس. ما بعرف لسه شو بدي اجيب البرستيج بوينتس، بس قبل ما نفتح الكابسولز خلينا نشوف شو المحتوى رح يكون. هلا في مكتوب هون في 3 راندوم سكين شاردز اللي هي 3 سكنات راندوم رح تطلع، وفي عندك بنسبة 4% يطلع لك الديراندل باج، وممكن يطلع لك جيمستون وميثيك سكين دروب بنسبة 1.5%، وهيك يعني جيمستونز ميثيك سكينز ألتيميت سكينز كله ممكن يطلع. بيجي مع البرتشيس هاي بيجي 40 برستيج بوينتس. وخلينا نشوف هاي اهم شيء وشكله معقد شوي. open to reveal 3 working life skin shards. شو هو الworking life؟ هلا نشوف. fringe benefit roll 70% chance for 2. اوكي هلا في نسبة 70% ليطلع لك سكن قيمتها 750 وما فوق، 30% ليطلع لك 3 سكين شاردز 3 سكنات، وبيطلع وممكن يطلع لك جيمستون وميثيك سكن بيرمننت دروب. خلص يعني ما بدك تفتح بجولد اسنس، بتجيك دايركت ب 1.5. ورك لايف سيلكشن اوف سكنز فروم شيف داي جوب ابريل فولز. اوكي سو الوركينج لايف سكنز هن اللي نزلوا بمناسبات معينه، في الابريل فولز، باتل اكاديميا، الاكاديميا سكين لاينز، يعني هدول الشغلات الوركينج لايف. ما بعرف فهمتها ما فهمتها مشكلتك، لاني انا صراحه ماني متاكد. اوكي الصراحه حلوه صراحه راحه وبسكوت. اوكي فرح نبدا نفتح وحده وحده. بسم الله. انا خايف. لا ما عليك، راح يطلع شيء حلو. انا موجود معك، ما راح يطلع شيء صدق. بسم الله. هاي اول وحده. وينتر وندر سوراكا. سوراكا يا شباب اكره تشامبيون باللعبه بالنسبه لي. اقصد اوكي سوراكا بس صاروا عندي كل سكنات سوراكا. حلو صدقني حلو. حلو السكن؟ والله جميل. امبيشس الف جينكس. حلوه بس عندي السكن. World Breaker Trundle. السكن هاي صارت طلعت لي 3 مرات، والله ما راح افتحها، والله ماني فاتحه. اهم شيء الرضا والقناعه ترى. ايه يلا هاي اول كابسول. ثاني كابسول Pulse Fire is what the fuck. عندي اياها يا اخي. زين بس طلع شيء حلو. حلو بس عندي اياها. Snow Graves عندي اياها. يس بروجكت فاي. ما عندي بروجكت فاي وانا كثير بحب فاي، وكنت مين فاي من زمان صراحه. لا هذا الشيء جميل، انا هون روقت. وبولس فاير از منيح، تعطيني كثير جولد اسنس باي ذا واي. انا عندي 200 جولد اسنس فبستفيد. بس لا عم بيطلع شغلات حلوه يا شباب. هاي ثاني وحده. باتل كوين ديانا برا. جليشال اولاف سكن ابو كلب ما له طعمه. بيرديو غاليو بيرديو نايس. هاي حلوة، هاي كتير حلوة. طيب انا خايف انسى وافتح العشرين وخرب ام الموضوع، ذكرني. طيب هلا انا بتعرف شو راح يطلع لي؟
رح يطلع لي برستيج اديشن اكالي. لا رح يطلع، لا حيطلع، ما طلع. بس معلش تايم ماشين زيليان اوكي. هلا باتل بوس حلوه تبع زيكز ماندس كان لزيكز، وهذا شيء مفيد. ستيل ليجن لوكس ابو كلب شكله حتجينا باي ذا واي سيشن ري رولز هلا بعد شوي. يلا تراديشنال ترند الها اللي عنده جدري وادز وما بعرف شو. الله يلعن منظره مخزز السكن. وورلد بريكر ماركاي اوكي فاين 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 ذاتس نايس ذاتس نايس سو فار باي كثير حظي حلو باي ذا واي اتس نوت ذات باد. بسم الله عندي والله حلو. لا هي ما عندي، لا انا عندي الثاني عندي. لا هي ما عندي، هي حلوه اوكي اوكي بيركض هيك ايوه هي حلوه. اجين صار عندي 2 امبيشز الف جينكس. طيب حيطلع لي برستيج اديشن اكالي مش هالكابسول اللي اوكي اوكي نوت باد. فيجار جراي جاي ولا جراي بيرد هي يا اخي ما بعرف ليه الناس بتحب هالسكن. نوكترن الاصفر شكله هيك ضعيف و قبيحة صح؟ جدا. يلا طيب يلا دايل 3 اوربز بهذا الفيديو باي ذا واي. يلا راح يكون لسه في جراب باج بنشوف. ماستر اركنز 6 اوكي فاين. في اربع سكنات كانه او يمكن صندوق جيم ستون. نايس فيري نايس ممكن جمع 10 يس. طيب جيم ستون نوت باد نوت باد نوت باد. واحد اثنين ثلاثة راح يطلع برستيج اديشن اكالي. هي هينا وورورك اه شكله با جيم ستون ثاني باي ذا واي. هانتر عندي هاي يس. راح جبت بعد داريوس باي ذا واي جبت 10 طبعا ما حجيب 10 هلا. هلا ضايل لي وحده اللي حيطلع لي فيها شو برستيج اديشن اكالي ان شاء الله. سوي دعاء يا الله بليز يا اخي بدي ميثك سكان. شل اوكي اوكي هي حلوه سبيريت فاير براند اوكي. هلا صراحه نوت باد ات اول. وهون راح يصير في ريرول حاليا. هاي ما عمل لها ريرول صراحه لانه اي نيد جولد اسنس فار عمل لها هيك لانه انا عندي بولس فاير از. ماشي اوكي حنعمل ريرول لهي. خلينا نكونوا ابيك سكنز. شو رأيني؟ رأيني أنا وفات. أنت وفات؟ إيه. رأيني عم باخذ رأيي. أوكي. طيب. 3 epic skins عم بعمل ريرول. يعني والله عيب. إذا بطلع لي شيء مقزز رح أزعل. صح؟ نص مقزز. نص مقزز. حلو. إيه. يمشي. إيه. هذا اللي عم بطلع لي كل مرة وول بريكر ترندل رح أعمل له ريرول ومن نوع لأنه ما عم تطلع لي. و فيجار جاي بيرد انا بدي اسميه جاي بيرد يا شباب. و وركشوب نونو اوكي ما له طعمه ابدا سكن. كون شيء حلو بالله عليكم بالله بالله والله بالله بالله اوكي 100 اورنج اسنس. وفالكيري ليونا ليش طيب ليش ليش طيب. وول بريكر خلي هلا هدول هل ما سكنات ما له طعمه راح شوف هاي وهاي وهاي. خذ تيشو انا بعطيك تيشو. يس باتل باس يا سو يا شباب نايس از فيري نايس جريت سكسس. راح ما راح هي بروحها باي ذا واي. سونا ما بلعب سونا مستحيل العب سونا. هينا وورويك واش اصلا عندي هاي باي ذا واي. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بليز 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 شي جميل. تشست اوكي كول نايس. لا و permanently by the way I don't need to spend. طب خلينا نفتح تشيس سريع هلا. بسم الله سنو دي عندي اياها ما بعرف ليه اليوم طلع لي كمية سكنات عندي اياها. طيب ريرول هاي وريرول اي احلى باتل باس زيجز ولا هاي باتل باس صح؟ طب معنا تعمل ريرول لهاي واعمل ريرول لزيليان ابو كلب. بسم الله نويس نايس ما عندي سكن لدريفن فيري نايس اوكي. تاليه وين تاليه؟ انا شفت تاليه من شوي وزعجتني صار لي شوي بدي اشيلها انا وما هاي تاليه. بليز ارجوكم قزاز الف
طيب اه لا سوراكا قلت لي حلوه. لا سوراكا ما واتس ليجاسي يعني كمان ف... وانا اول مره بحياتي بشوفها باي ذا واي ليترلي ما كنت بعرف سكن موجوده فخليها بس مشان سلام. بحب سوراكا. طيب هاي ثلاث سكنات راح يطلع لي سكن كافر. سكن كافر تشست نايس. شو راح يطلع لي مع تشست؟ فولي بير من يومين طلع لي وعملت له ريرول نفس السكن. يلا لا عملت له ريرول ما اخذته. او صح المفروض افتح جراب باج يا سلطان نسيت. يلا 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 بسم الله. اوكي شوف براتريون جريفز عندي اياها. فز عندي اياها. ديث سوان فيكتور ما عندي اياها. هيد مستريس فيورا عندي اياها اكشلي. نايس ذاتس نايس. اوكي اكشلي اي لايك ديث سوان فيكتور كثير بحب السكن. ام سو هابي باي ذا واي طلع لي كم سكن كثير بدي اياهم. اوكي راح يصير يا اوكي هاي ما حشيلها تبع فيجا راح خليها لانه حلوه. رامول تبع فيز وتبع جريف وتبع جريفز هدول 3 ابيك سكنز بجننوا صراحه يعني لازم يطلع لي شيء ابو كل بليز ارجوكم 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 ارجوكم. انفيرنال ديانا نايس نايس نايس. طيب شو ضل اعمل ريرول؟ ضل هاي ريرول. ما بدي تبع براند صراحه. هاي شو كمان؟ لا يا اخي بدي اعمل ريرول لكمان وحده. خلص اعمل تبع براند. يلا وات لونر بيست ثاني. هي جديده هي اخيرا لونر بيست ثاني. هي جديده وكثير حلوه. Oh my god. Okay, this is work done صراحة. It's very nice. I'm so happy. Oh my god. Okay, طلعوا لي سكنات حلوة. أنا كنت خايف صراحة. وأنا ما بعرف هلا شو بدي يعني أنا ما راح أروح ولا واحدة من هدول صراحة. لا هذا حتى يشعل لا. أنا قاعد طالع الصور بس. إيه هيك كل شوي بس هلا بدي أفتح. يا أخي أنا كتير انبسطت إنه باتل كوين ديانا طلعت. كتير بحبها السكن. كتير جميلة. طيب هلا في بروجكت فاي بدها تنجاب 100% تبع سوراكا شكلها كثير حلو وكيوت. ايفلين طر هي كي دي اي اول اوت ايفلين هي جديده. وفيكتور هي ليجاسي كونتنت كمان بدي اياها. بيرديو اكيد حلوه. يا ما ب... اوكي وزيكس حلوه. طيب طيب هلا هدول حلوين جدا. خلينا نشوف سكنات اللي طلعوا لي عملت لهم ريرول طلعت. خلينا نشوف. اوكي طلع لي لونر بيست اني شيء جميل. هاي بيرمننت باي ذا واي خلص ما بدي اعمله انلوك. انفيرنال ديانا كثير حلوه. كابتن فولي بير اعطوني اياها. رايت اعطوني اياها خاوه للسكن. اعطوني اياها من اسبوع بالتشست عملت لها ريرول راحوا اليوم اعطوني اياها خاوه. طيب بليد كرافت بليد كرافت اوريانا سكن ابو كلب ما له طعمه ما له طعمه ابدا. اوكي اعطوني اياها خاوه. سولد ريفر دريفن كثير حلوه. الدر وود فيجار كمان كثير حلوه. باتل بوس ياسو اوف كورس كثير حلوه. فالكيري ليونا ما لها طعمه. جارديان اوف ذا سانس خازكس شو هي الكلمه اللي حكيتها انت؟ نص شو؟ نص زق نص مو زق. هاي تبع خازكس جارديان اوف ذا سانس. نص نص حلوه نص اوكي. ايه ايه اوكي ما في اوكي خلص اوكي. طيب هذا كان كل شيء لهذا الفيديو. بالفيديو الثاني كمان راح اعمل اوبننج للاوربز اللي ضلوا اللي هن سوري للكابسلز اللي ضلوا اللي هن العشرة كابسل والجراب باج الاخيره. وان شاء الله بيطلع لي 10 جيم ستونز. انا هالمره ما راح افتح فيهم ماستر ورك تشست. بدي اجمع وجيب داريوس لانه شفت اليوم سلطان عم بلعب سكن داريوس شو اسمه هاي اكسكلوسيف دريد نوفا داريوس سكن كثير حمسني. وفي عندي 100 برستيج بوينتس راح استنى شوي. على الاغلب جيب ترو دامج ياسو برستيج اديشن بس راح استنى بركي يطلع شيء احلى من هون لامتى. ليش لا اوكي دي اكسباير ان ماي. طيب في وقت. فهذا كان كل شيء. شكرا لانكم كملتوا للاخير واذا ما كملتوا تستفلوا يعني ما بعرف شو بدي احكي. لا تنسوا تعملوا لايك وسبسكرايب بليز ولا تنسوا قوانين السحب اللي هي لايك سبسكرايب وكمان فولو على انستغرام واكتبوا لي كومنت لتخبروني انه عملتوا الشغلات كلها وراح يدخل اسمكم بسحب ان شاء الله.
مع السلامة يا شباب.